ساد القلق والتوتر قمة مجموعة السبع بسبب الممارسات الإيرانية ومساعي نظام الولي الفقيه امتلاك سلاح نووي، وهو ما تعهد زعماء المجموعة بمنعهم إيران من حيازة أي سلاح نووي. وقال قادة دول مجموعة السبع في بيان مشترك إنهم ملتزمون بضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وعدم السعي مطلقا إلى تطوير أو امتلاك سلاح نووي. وأدان قادة الدول المشاركة تمويل الإرهاب بكل أشكاله، بما في ذلك الجماعات الإرهابية التي تمولها إيران. وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لا يزال هناك خلاف حول طريقة التعامل مع إيران، وأوضحت أنها والزعماء يتشاركون جميعا في القلق بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني.